شاورما الروبيان بطريقة سهلة ولذيذة. استخدمت قلاية هوم إليك الصحية 1800 واط طمان 3 سنوات. أتبل كيلو روبيان صغير باللبن الزبادي، معجون طماطم، شطة مجروشة، بهارات وملح، زيت زيتون وليمون وخل. نتركها في التتبيلة 3 ساعات، وبعدين نضيفها في القلاية الهوائية على درجة حرارة 200 لسلطة الشاورما. بقدونس وبصل أبيض، طماطم ورشة سماق، نخلطهم وحتصير جاهزة. وللصوص 1/2 كوب طحينة، ملعقتين مايونيز، فستون مهروس، ملح وفلفل أسود وعصير ليمون، و1/2 كوب موية باردة ونخلط. الصوص صار جاهز والروبيان استوى. نبدأ نعمل السندوتشات. اختاري نوع الخبز اللي يناسبك. انا اخترت الصامول الصغير، حطيت من السلطة والروبيان والصوص. وبالعافية عليكم، ألذ سندوتشات شاورما روبيان.